نروح بقى لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي واخر استعدادات فريق شباب النادي الاهلي مواليد 99 للاستعداد للدوري للموسم الجديد ان شاء الله اللي المفروض انه ينطلق في النص الاول في شهر 11. النادي الاهلي فريق شباب النادي الاهلي كانت يعني امبارح اقيمت مباراه وديه على ملاعب الناشئين بالنادي الاهلي مدينه نصر وانتهت بفوز كبير للنادي الاهلي 14-1 على فريق منشيه حلوان. طبعا بيقود النادي الاهلي فنيا الكابتن عمرو انور، نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. بالمناسبه الكابتن عمرو انور دي السنه الثالثه ليه مع فريق شباب النادي الاهلي. طبعا فريق شباب النادي الاهلي خرج منه عمار حمدي اعاره طلائع الجيش، محمد عبد المنعم لفريق سموحه، نتمنى لهم كل التوفيق ايضا ويرجعوا بيتهم مره ثانيه واكتساب خبرات كبيره في الدوري الممتاز. زي ما احنا شايفين مع حضراته دلوقتي دي اهداف المباراه امبارح. طبعا يعني انتهت بنتيجه كبيره لصالح شباب النادي الاهلي، نتيجه كبيره 14-1 نتيجه كبيره، يعني بغض النظر حتى لو مباراه ضعيفه او امام منافس ضعيف، لكن اللعيبه خدت المباراه بشكل جدي وشكل فيه تركيز كبير. طبعا امبارح شارك كمان يعني احمد عبد القادر، احمد عبد القادر اخر صفقات النادي الاهلي وهو ايضا من ناشئي النادي الاهلي وكان خاض فتره تجربه في التشيك ورجع مره ثانيه لبيته، ما شاء الله كمان رجع بشكل فيه خبرات كبيره شارك في المباراه. عايز اقول برضو لحضراتكم يعني اللي احرز الاهداف امبارح احمد الشامي واحمد عبد القادر، هو ده احمد عبد القادر اللي بيشوط الكره الثابته، هو ده اللاعب الجديد او لاعب النادي الاهلي اللي تم استرجاعه مره اخرى عشان ينضم، وان شاء الله برضو هتشوفوه خلال الفتره اللي جايه. هو لعيب قوي بيمتاز بالسرعه وبالقوه وبالمهاره وبيلعب تحت المهاجم. اللي احرز الاهداف امبارح زي ما احنا شايفين مباراه وديه فيها اصرار وعزيمه. احرز اهداف في مباراه امس احمد الشامي، احمد عبد القادر، ياسين علي، فهد جمعه، وزياد طارق، عبد الرحمن مانو، ومحمد احمد بيسو. دول لاعبي النادي الاهلي او شباب النادي الاهلي اللي احرزوا المباراه، وشايفين كمان الاهداف كلها بيقولوا لي النتيجه انتهت 15 مش 14، 15-1 لصالح النادي الاهلي امام منشيه حلوان مواليد 99. اكيد الكابتن عمرو دلوقتي في تدرج في المباريات الوديه، طبعا بيبتدي بمباريات في الاول ممكن يبقى فيها كميات جري، وبعد كده في مباريات قويه عشان ان شاء الله لما يبدا يدخل على الدوري ان شاء الله في شهر 11 يكون اللعيبه كلها على تم الاستعداد. وبالمناسبه السنه دي كمان عشان اقول لحضراتكم عمليه الدمج اللي حصلت في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، فريق 99 تم دمجه على فريق 2000. فريق 2000 السنه اللي فاتت كان بيلعب بطوله منطقه، بطوله ما فيهاش استفاده فنيه كبيره، لكن السنه دي فريق 99 شباب النادي الاهلي هيلعب بطوله الجمهوريه. كل التوفيق للاعبي النادي الاهلي.